Thank you.
بالنسبة للملك العدوي، عشان انت رايح بالملك، قلت لك ما تستهينش بالملك، ما تستغربش الملك، لان ناقص الحماية الإجرائية دي يعني مشكلات المحاضرة دي كل من الدقيقة دي لا مش معايا المدرسة. إذا ضغط إشعار الخير، لاحظ إن البحث ليه البحث مهم؟ لأن البحث ده كان أحد أبحاث المؤلف للتغطية درجة التساوي بتاعي. فلما تيجي تنزل للتغطية لا تتكلم عن قواعد عامة. لا تتكلم إلا عن قواعد خاصة، قواعد متميزة، لازم البحث يتميز بالابتكار. بالنسبة لك البحث لو قريته هيصبح جامدا. إلا إذا كان جنبك كتاب الإجراءات الجنائية. أي كان كتاب عايز تاخد كتاب أساتذتنا عندنا كتاب في الإجراءات والدرس الصحابي، أي كتاب الإجراءات لازم يبقى جنبك. لما أقول لك واجبات مأمور الضغط القرار، بس في المصيبة في ضغط إيه؟ التشريعات اللي إيه؟ طب إيه هي إيه أصلا واجبات مأمور الضغط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية؟ ورقم المادة اللي بتنص على هذه الواجبات. مش عيب دلوقتي بقى ان انت تتسال وانت حاليا طالب دراسات عليا تقول لي والله الماده كذا. حلوة. And
الشكوى وردت في المادة كاملة من فرد الله. احنا لما نيجي نتكلم عن الشكوى متخلطين الشكوى ومعناها الاصطلاح اللي ورد في قانون الاجراءات الجنائيه. يبقى المادة كاملة اللي تعلقت بالشكوى، الشكوى دي تعتبر احد قيود الدعوة اللي احد العقبات الاجرائية اللي تكون عقبة امام النيابة عن حيث النيابة عن لا تستطيع ان تحرك الدعوة، وبالتالي لا تستطيع ان تأتي لأي تحقيق او تولي تحقيقا الا اذا سمح لها بذلك. فاذا كانت الجريمة من جرائم الشكوى يبقى لا تستطيع ان تولي تحقيق. قاعدة العامة النيابة تستطيع كافة الجرائم، انما جرائم الشكوى لا تستطيع الا اذا قدم المجني عليك او مين الشكوى للمجني عليه او وكيله أو وكيله إيه؟ الخاص. يبقى الشكوى تقدم من المجني عليه أو وكيله الخاص. أما الملف تقدم من أي شخص. طيب، يبقى إذا قبول الترغيبات والشكاوى. إيه الواجب الثاني اللي يقع من الواجبات العامة على مرور الوقت القضائي بالنسبة للجرائم العامة؟ الواجب الثاني إجراء المعاينات. إجراء المعاينات، ماذا يقصد؟ يقصد بإجراء المعاينات أن ينتقل إلى مسرح الجريمة، يعاين مسرح الجريمة الذي وقع عليه الجريمة، ويتخذ من الإجراءات التحفظية التي تحافظ على أدلة الجريمة. يبقى بيجمع الأدلة، هذا هو جمع الاستدلال. وبعد ما يجمع الأدلة، ماذا يفعل؟ يقوم بما يطلق عليه التحريض، اللي هو التحريض ما تم ضبطه ويمكن ان يفيد في كشف الحقيقه. عمليه التحريض واجبات، وقلنا اي خطا في عمليه التحريض سواء كان بالنسبه للادوات المستخدمه في كتاب الجريمه او بالنسبه للمواد الممنوعه اللي بيتم ضبطها سواء من حيث العدد او الوزن او الى غير ذلك من الاوصاف او الشكل او العدد، ان الخطا في هذا لا يؤثر على صحه الاجراءات طالما الامر يتعرض بايه؟ للتحليل. يشكك المحكمه اذا لم يؤثر على صحه الاجراء بعد ما يقبل البلاغ ويذهب الى مسرح الجريمه لاجراء معينات، ثم يقوم بالتحليل. خلي بالك هتقول الواجبات العامه عشان نشوف الواجبات العامه دي ايه بقى الواجبات الخاصه بالضبط؟ انت مش عارف في ايه؟ بعد كده بيسمع اقوال، يسمع اقوال مين؟ أقوال، هل نسمع أقوال الشهود؟ هل مأمور الضابط يسمع أقوال الشهود؟ سماع الشهادة، ده إجراء من إجراءات الاستدلال وإجراء من إجراءات التحقيق، لا تدري إلا ومع ذلك يجوز استثناء أن يدري مأمور الضابط القضائي سماع الشهادة في حالة إيه؟ الضرورة. بيسمع. طب لو هو سمع الشهاده وهي اصلا اجراء من اجراءات التحقيق، يعد الاجراء الذي اجراه مامور الضابط القضائي اجراء من اجراءات الاستدلال ولا اجراء من اجراءات التحقيق؟ او بمعنى اخر، بنطفي حقيقه طبيعه الاجراء بصفه من يجريه ولا بموضوع الاجراء ذاته؟ صفه من يجريه يعني النيابه العامه ولا مامور الضابط؟ لو مامور الضابط يبقى استدلال، ولا بطبيعه الاجراء اصلا ان سماع الشهود هو اصلا اجراء من اجراءات التحقيق ومن حتى اذا اجراء مامور ضبط قضائي بيكون ايه؟ من اجراءات التحقيق. هنا من وجهه نظر كباحث اذا اجرى مامور ضبط القضائي اجراء اصلا من اجراءات التحقيق كسماع الشهود في حاله الضروره، هل تعده اجراء من اجراءات الاستدلال ام اجراء من اجراءات التحقيق؟ وما الاثر الذي يترتب على كونه اجراء من اجراءات الاستدلال او التحقيق؟ أول حاجة إيه الأثر المترتب على اعتبار إجراء ما من إجراءات التحقيق أو من إجراءات الاستدلال؟ وخلي بالك إحنا بندرس المادة اللي اسمها إيه؟ في الدبلوم قانون إيه؟ بس أكيد بتدرس كمان قانون الإجراءات، لما بندرس قانون إيه؟ إحنا في قطاع الدبلوم العلوم الدينية، ما أنا مش ناسي، أنا عارف القانون الإجرائي بيه، بس كمان لازم يكون عندك علم عن قانون
طيب ايه اللي بيترتب على كون الاجراء يعادل اجراءات الاستبداد او كون الاجراء يعادل اجراءات التحقيق؟ ظني وحسبان رايي وهو على وشك الوفاة فسمع شهادته بأن فلان قد قتله
طالما هو نقض القرار، هل يبقى اجراء من اجراءات الاستئناف بحسب القرار من هذا الاجراء؟ ام يتحول الى اجراء من اجراءات التحقيق بحسب طبيعه الاجراء في ذاته؟ هو ده السؤال. هتلاقي في القيادة اختلف. طب انا مع مين؟ او هل انت مع مين؟ انت رايك ايه؟ فرق. انت شايف الاجراء في هذه الحاله ايه؟ استدلال ولا تحقيق؟ اللي شايفه استدلال. طب اللي شايفه تحقيق؟ الباقي مش شايف حاجه خالص. أنا صراحة هو بالمتعب مختلف. أنا أرى يبقى لأن الإجراء من إجراء الاستدلال، لأن الثقة في الإجراء من وجهة نظري بحسب مديري وليس بحسب طبيعة الإجراء. الثقة في الإجراء ذاته بحسب مديري وليس بحسب طبيعة الإجراء. ما هو الإجراء في النهاية ما هو تحقيق، ما هو مضاد القرار. طبعا احنا ما نعرفوش، بس يبقى قليلا من القرار زي ما لازم تضاف اليه وعقدها للواقع. يعني لو احنا في القضيه ما عندناش الشهاده وديت على سبيل الاستثناء من نقطه القرار، وقلت لك انها مجرد قليل، يبقى كان يجب ان نعقدها للواقع. اقوى الشروط خبره تقليد شرعي استجواب المتهم اي بقى دليل، رغم انك من حيث الواقع العملي يستحي او يصعب ان انت تجد قضيه قائمه تجربه السجود ليست الا دليل واحد، دايما في عدد الادله، دايما في قرار من المخدرات وقرار من السلاح الغيريه، دايما في اكثر من ضابط عشان يعاقبوا بعض. طيب يبقى احنا ما زلنا بنتكلم في الواجبات العامه عشان ندخل في الواجبات الخاصه. طب هو انت تعرف معنى ايه يا دكتور؟ انك تشرح كلمتين كم صفحة دول وخلصنا؟ لا، قلت لك الأمر مش هيكون بهذه السهولة، وإلا كنا خلاص كنا مش عارف نتصرف على أنها تكتب الإجراءات خلاص. لا، لأن لما تيجي تكتب أي موضوع من الموضوعات مش هيبقى مطلوب منك إنك تجاوب بشكل مباشر، هيبقى مطلوب منك تربط، مطلوب منك تقول معلومات عامة، قواعد عامة، كل دي كده. يبقى إحنا قلنا الواجبات العامة تقول التبليغات والشركات واجب على المعينات هذه الوسائل التحقيقية سماع الشهادة في حالة الضرورة، سماع أقوال من حضر من الأشخاص على سبيل الاستبدال، أو استدعاء أشخاص كانوا موجودين في المكان، أو الأمر بمنع الأشخاص عن التواجد في المكان. طب لو حد من هؤلاء الثلاثة اختلف مع مفهوم ضبط القضاء أو لم ينفذ الأمر لم يبتعد أو لم يحضر من استبعاد، هنا تشكل جريمة مخالفة. طيب دي واجبات، في حاجة تانية، إيه تاني؟ الواجبات يجب على مأمور ضبط القضاء أن يسلم وقت الإجراء وتاريخه، يعني زمانه وتاريخه، ويحرر كل هذه الإجراءات محضرًا ويقيم لم يغر عنها. هذه الإجراءات المعتادة بعد ما يتخذ كل هذه الإجراءات يحرر محضرا يسقط في زمان الاجراء وايه؟ وتاريخه. هو ده طب هل الماده اللي كانت بتقول يجب على مرور الوقت القضايا حدود التغييرات والشكاوى، الماده هي وجوبيه ولا جوازيه؟ وجوبيه. يا ريت تدخل على محكمه النقض، ادخل كده على محكمه النقض، اكتب الماده 24 وشوف الاحكام. محكمة النقض مستقرة عن عدم احترام القواعد الواردة أو الإجراءات الواردة في المادة 24 لا يؤدي إلى بطلان محضر الاستبدال، وده أمر خطير، أمر خطير. يعني معنى كده أن مأمور الضبط القضائي إن لم يثبت في محضر زمان وتاريخ الواقع. قال لك لا يتوتر عليه بطلان. طب لم يذكر الإجراءات التي اتخذها سواء أو سماع أقوال أو سماع شهادة بحالة الضرر ولا لا يعني ذلك إلا الله. وهل من وجهة نظري؟ لا، أنا ما
نعملها بالفعل. لأن طالما المشارع منها وجبة على مقتضى القضايا كذا وكذا، فإذا كانت تلك الواجبات عرضة للمقتضى دي باطلة. طيب، ومن هنا الباحث جاي يقول لنا في واجبات عرضة للقضايا في ضغط الشعب الكويتي، سيبك من الكتاب ما تقراش ولا حتى الكتاب، أنت متخيل إيه الواجبات اللي تصدر من الواجبات العامة اللي هي تمشي أكتر في الضغط الشعبي؟ معانا الأستاذة هناك؟ معانا؟ كنت بقول إيه؟ لا يتلقى بابه الصحة من الغير، ولكن يسعى الاكتشاف.
تميزت بهذه الخصوصية؟ لأنها من الدرجة الخفية على العامة في غالب الأمر، بمعنى أن اكتشاف الجريمة البيئية يحتاج دائما إلى خبير فني لديه من المعدات التي من خلالها يستطيع أن يكتشف مخالفة الشخص للمعايير أو الصرف، حتى لو في تسريب أو في صرف، لكن الصرف من الجائز أن يكون صرفا صحيا إذا كان معالجا. واضح؟ يبقى إذا يقول التمرينات والشكاوى بتقيم الكلام من غير. طيب عملية التحريز تزيد قيمتها ولا تقل؟ منطقة الشعار الجاية ليها قيمة؟ حبوا رأيهم
مجرد انه شاهد مختلفه مروريه. اللي طيب انا دفعت 180 فرنك بيدفعوهم اسمه تامر امان. تامر امان ده زمان، الكلام ده مثلا سنه 89. تامر امان يعني اسمها غرامه الطابع، يعني تاخد الجواب ده وهو كاتب لك عليه مكان كده، انزع عليه طابع ورميه في البريد. انزع يعني انزع عليه طابع بنفس القيمه. اكيد طبعا تقدمنا ومواصل المرحله دلوقتي خصم النقاط من رخصه التجاره. طيب يبقى انت عندك انحصار الدور غير الوعي الثقافي. انحصار الدور ليه؟ السبب الثاني لعدم درايه وقوع الجريمه بالفعل، لانها تحتاج الى خبره فنيه. طيب قانون البيئه عالج هذا ولا لا؟ مصر قال لك اه بحث كلنا والله قانون البيئه حاول كده الكلام ده 94. التاكيد على حق التكريم عن جرائم البيئه. لما نرجع للماده 103 طبعا.
المشكله. يبقى الالزام من بعض الجراحه بايه؟ طول النهار كل من يعمل ارتكاب احدى الجنايات او الجرح المضرر من جهه لتلك الجهه الا تعرض لقوه الحبس. ماشي؟ استثناء الماده 84 جراحه امن الدوله. والنص الثاني اللي احنا قلنا عليه اللي هو الماده 26 من قانون الجراحه الجنائيه. كل من علم من الموظفين العموميين او المكلفين بخدمه عامه اثناء تاديه عمل او سبب تاديه وقوع جريمه من الجرائم التي يجوز النيابه عنها رفع الدعوه عنها بغير شكوى او طلب ان يبلغ على النيابه عنها فورا او اقرب او يبلغ اقرب مامور ضبط قضائي. يبقى انت عندك القاعده ان لا يوجد الزام على المواطن بالابلاغ الا فيما يتعلق بجرائم امن الدوله. وإذا جرائم أمن الدولة بيعاقب إن لم يبلغ، إنما بالنسبة لإبلاغ الموظفين والمكلفين بتطبيق قانون ما ما راتبش على قانون جزاء جنائي. ها؟ مين يوصل التربية؟ طيب لما ترجع لنص المادة 55 طبعا لما يجي لك الكتاب نص مادة ارجع للكود اللي معاك اللي المفروض ان انت متاكد انه حديث اللي هو القانون 94 مادة 55 بتقول ايه؟ انا اعتقد ان انت بص ليه حديث. ايه هي؟ فكرة الإجلال هو محسن عمال يجمع ما يتعرض انه بيقول لك على مالك السفينه او ركبانها او اي شخص مسؤول عنها وعلى المسؤولين من وسائل عن وسائل نقل الزيت في منطقه داخل البحر وداخل المواني في الاغلب في كذلك الشركات العامله ان يبادروا فورا الى ابلاغ الجهات الاداريه المختصه عن كل حاله تسليم الزيت فور الفلوس ومعاملات ظروف الحادث نوع المبنى الإجراءات التي تقصد أو الحدود وغير ذلك من البيانات وتعاقب المادة 92 على كل من يخل بهذا الالتزام بضرائب لا تقل عن 70 ولا تزيد على 300,000 وفي حالة العوض الحبس وضرائب لا تقل عن 300 ولا تزيد على 500,000 العقوبة الثانية. يبقى أنا الباحث بيجمع كل ما يتعلق بالإبلاغ عن الجرائم الجنائية. اللي يهمنا من الجزء ده اللي هو ما يتعلق بإبلاغ الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة عما يقع من جرائم أثناء أداء عمله أو سبب عمله. لازم نبلغ بس هنا بيطالب المشرع أن يقال لها إيه؟ جزاء جنائي عشان تشعره. يعني مش من عملية إن أنت امتنعت عن تحريم محضر وبس وخدت تأشيرة ومشيت. لا أنت كمان هتعاقب لأنك علمت وقوع الجريمة ولم تبلغ. عندك ما يتعلق بحماية البيئة البحرية مادة 55 زي ما قلنا، لأن لما بيحصل تسليك في البحر ممكن السفينة وهي في البحر يحصل تسليك. هذا التسليم يعتبر حادث، يعني بين عمد عليه ان يبادر فورا بالاجلاء. يبادر فورا بالاجلاء حتى يتم اتخاذ الاجراءات، علما ان التلويث غير العمد في هذه المساله لا يعقاب عليه طالما هو بادر بالاجلاء. في ملاكم بتيجي تلقي ما يطلق عليه زي ما قلنا المره اللي فاتت مواد او مياه الالتزام. عارفينها؟ مياه الالتزام. ايه مياه الاتزان؟ مياه الاتزان لما تيجي مثلا سفينه بترول هي اصلا جايه محمله بالبترول او عايزه تاخد بترول من مكان، فهي جايه مثلا من السواحل الغربيه، هي محمله فرد ما فيهاش بترول، جايه تاخد بترول من الشاطئ اصلا، فلما بتيجي المركب ليها حموله فبيملى ان هو
رياليتي ذات هو في حد ذاته تلويث. أبسط تلويث اللي بيقول لك يدخل كائنات بحرية مخالفة للبيئة اللي أنت موجود فيها، بغض النظر على أن هذه المياه ملوثة أصلاً بزيوت أو مختلط بها زيوت، لكن هو بينقل لك بيئة مختلفة عن بيئتك وهو يوسع عليك. واضح؟ فبيقول لك أي تسليم هنا غير عمدي، فما بالك التسليم العمدي بتاعك جريء. يرجع لنا هو رجع للدكتور محمود نجيب حسني في ايه؟ اللي هو عدم مخالفة عدم إجبار بالنسبة للموظف العام. نرجع لتعاظم دور مأمور الضبط القضائي من زاوية اختصاص الخاص بشأن إجراء الحاجات. ليه؟ هو قال بالنسبة لدخول التبليغات والشكاوى في مشكلة، عندنا انحصار، عندنا تقلص. هذا الدور فيه حتى يعني ليست الجرائم الجريئة مجرد الشكوى، وليس لدى الناس الوعي الثقافي والخبرة الفنية. ده السبب. طب ايه التعاظم بقى؟ ايه التعاظم في إجراء التحريات؟ قال لك يعني ايه التعاظم؟ يعني عايز يقول لنا لا احنا عندنا إجراء التحريات هنا في نطاق التشريعات الجريئة يزيد عن إجراء التحريات بالنسبة للجرائم العامة. انت جرائم عامه كل ما بالامر هتكون نما الى علمنا من المصادر السريه بالقسم الله الخفي. هي حاجه بيبصقوا بيه تهم كده، نما من مصادرنا السريه. انا فلان الفلاني يتالي في الخطا، او انا فلان الفلاني فعل كذا وكذا وكذا. لما يجي يسال في التحقيقات هل استعنت بمصادر سريه؟ نعم. هل يمكن البحث باسماء مصادرك السريه؟ لا. لماذا؟ اثر على المصلحه العامه. هل يتقاضون اجرا؟ لا يتقاضون اجرا، ولكن يعملون للصالح العام. كلام مش منطقي، مش ماشي. فكره المصدر السري دي خطيره جدا، لانك بتواجه امرا خفيا انت عايز تناقشه وتعرف تتواصل ازاي. عشان كده بقول لك هيبقى من الافضل ان احنا محكمه النقد هتقرر صحه فكره المصدر السري وفكره عدم الكشف عن المصدر السري. ولكن يا ريت انه امام الرغبه في تغيير هذا القضاء الى نبذ فكره المصدر السري انا اصدر قانون حمايه الشهود. ما انا خلاص انا بقول لك المصدر السري ده ممكن يكون احد أفراد التشكيل العصابة اللي هو أمن العام، فممكن لو جاء شهد وعرفناه ممكن ينتقموا منه. يا ريت لو في نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء، لأن هيبقى عندي وسائل إلكترونية إني أسمع الشاهد، أو وسائل تؤدي إلى عدم معرفة من يشهد، لكن على الأقل يبقى عندي صوت أسمعه، عندي من أناقشه. يقول لك خلي بالك حماية الشهود خلاص استقرت أغلب دول العالم عندنا قانون متاخر. طب التعاظم الدور ليه في اجراء التحريات؟ قال لك لا، ما انت في الجرائم العاديه مفيش مشكله. كل ما في الامر مامور الضبط القضائي العام يجي يقول لك والله يا اساتذه تفقدنا للحاله الامنيه، فرغنا اصحاب القوه وشاهدنا فلان يقف يدخن احدى السجاير واشتبهنا به واضطربنا فشممنا رائحه المقدم وقبضنا عليه وطلعنا رفعنا لكن دلوقتي هل مقر الضبط القضائي العام يقدر يمشي
المادة تبقى ايه؟ تلبيه في بعض المواد المستبدلة بالقانون 9 سنة 2009. المادة 80 معالم الأحكام بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. يعني إيه معالم؟ إيه المقصود دايما بكلمة معالم الإجبال بأحكام قانون كذا؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني أنا مع مراعاة هذه الأحكام. يقول المفروض الضبط القضائي المشار إليه في المادة 78 كله فيما يخص الصعود إلى ظهر السفن والمنصات البحرية ويدخل المنشآت المقامة على شواطئ البحر وتخفض وسائل نقل الزيت والمواد الملوثة للبيئة البحرية للتحقق من التزامية بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لها وتوفير معدات ووسائل معالجة المتلفات. واضح؟ وتنظر الجهة الإدارية المختصة قرارها في شأن المطارات لازمة لحماية البيئة البحرية في ضوء ما يسفر عنه هذا الإجراء. ولصاحب الشأن أن يعترض على القرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون خلال 15 يوما من تاريخ اختياره، ولا يترتب على اعتراض صاحب الشأن وقف تنفيذ القرار ما لم تصدر هذه اللجنة قرارا بوقف تنفيذه حين فصل المناسبة. طيب يبقى معنى كده لما يقول لي معدم اختلاف في احكام قانون الاجراءات الجنائية، يعني يقول لك بالاضافة ان ليك كل هذه السلطات لكن ليك زياده ايه؟ ليك زياده انك الصعود على ظهر السفن والمنصات ودخول المنشات المقامه على شاطئ البحر. طب هو انا عايز اسال سؤال، هو المفروض الضبط القضائي العام يقدر يدخل المنشات المقامه على شاطئ البحر؟ ولا لا؟ يقدر يصعد على ظهر السفن وتفقد وسائل نقل الزيت والمواد الملوثه، بمعنى ان هذا الاجراء هل هو اجراء قاصر على مأمور الضبط القضائي الخاص ولا يجوز لمأمور الضبط القضائي العام ان ياتي بمثل هذا الاجراء؟ يعني انا اقصد ان هذه الاجراءات إجراءات قصيرة على مأمور الضبط القضائي العام ولا إجراءات يجوز أن تتخذ من قبل مأمور الضبط القضائي الخاص أم يجوز أن تتخذ من مأمور الضبط القضائي العام؟ الخاص قصيرة على مأمور الضبط القضائي الخاص. طيب لكن العكس صحيح. مأمور الضبط القضائي العام يجوز له ان يقوم بكافه اعمال مأمور الضبط القضائي الخاص، لكن العكس غير صحيح. انا وجهه نظري لو فكرت، طبعا مش بنتكلم عن فروض بس فرض ممكن يحصل، يعني مثلا شرطه السواحل هل يجوز ان هي او شرطه المواني شرطه مش بقى تغطيه قضيه خاصه وهم قاموا بالعمل ده، هل اجراهم من عنده باطلا؟ صعب وظهر السفينه تفقدوا. يعني انا بقول ان النص ده يسمح ليس لمأمور الضبط القضائي الخاص ولكن لمأمور الضبط القضائي بصفه عامه سواء كان عام او خاص. ومع ذلك لا يتصور ان يكون مأمور او ان يكون مأمور الضبط القضائي العام بمثل هذه المهام لانه لن يستفيد ولن يتوصل الامر لانه ليس لديه الدرايه الكافيه او ليس لديه المعدات التي يمكن ان يكتشف بها التلوث. واضح؟ هنا بقى البحث بيقول لنا طالما انا بتكلم عن الاجراءات الحراريه انا بحس البحث للامانه، يعني خلينا بس نتكلم عليه شويه. وهو لما جه بدا البحث
ده بدأ هو كان عامل كده ان هو شايف الحمايه الموضوعيه للبيئه، لان كانت ايام الحمايه الموضوعيه للبيئه دي كانت يعني موضه. الراجل دي كانت موضه عند الناس. هو قال انا عايز اكتب في الحمايه الاجرائيه. فهو كل ما يجي يكتب ما يجيش حاجه تساعده. يعني ما فيش، كان البحث ده يمكن اول بحث اتكتب في الحمايه الاجرائيه للبيئه، او حمايه اللي هي الاجرائيه كمصطلح. فهو بقى بيوسع البحث، قال لك طب انا عايز ابدا بقى اجراء التحريات في الاماكن العامه الطبيعيه، واجراء التحريات في الاماكن العامه، واجراء التحريات على ظهر السطح. بالنسبه للاماكن العامه، ايه الاماكن العامه؟ شوارع، طرق، ماشي، حدائق، شواطئ، كنكه. طيب يعني اذا ده المفروض ضبط القضايا العامة، هل يجوز انه يدخل مستشفى او فندق او مطعم او كافيتيريا؟ طب لو دخل الفندق يدخل غرفة احد المزادات؟ ولو دخل المستشفى يدخل غرفة احد المرضى؟ ولا ما يدخلش؟ ولا يتفرج في الاماكن العامة؟ غلطان، ماشي. هنا المفروض ضبط القضايا الخاص. الباحث عمال يتكلم على امكانيه دخوله الاماكن العامه الطبيعيه. قال لك وخاصه فيما يتعلق بارفع العينات من الهواء الخارجي. خلي بالكم في دول متقدمه جدا في رقابه مدى تلوث الهواء الخارجي. دول متقدمه جدا. الدول دي بتيجي في بتاخد نوعين من الاختبارات للهواء الخارجي. عارفين تلوث يرد على ثلاث فئات، الماء والهواء والارض. لما يجوا في الهواء عارفوا اختبار للهواء الخارجي بصفه عامه والهواء الخارجي في مناطق صناعيه. يعني لما بيروح مثلا منطقه زي منطقه العاشر من رمضان مشهوره زي منطقه صناعيه، لازم ياخد نسبه من الهواء الخارجي في منطقه معينه عشان توصل التلوث بمجمل الهواء الخارجي في هذه المنطقه. وده يختلف عن نسبه الهواء او الانبعاثات الصادره من كل مصدر. بمعنى في دول بتحسبها ازاي؟ يعني انا عملت منطقه صناعيه. المنطقه الصناعيه دي فيها 10 مصانع. كل مصنع له قدر من التلوث. القدر من التلوث ده هيخليه في نهايه الامر مجمل التلوث في المنطقه دي في الهواء الخارجي لا يتعدى نسبه معينه. لو تعدى معناه ان بعض المصانع بدات ايه؟ تتجاوز النسبه المخصصه ليها في الانبعاثات. فهو لما بيروح ياخد عينه من الهواء الخارجي في منطقه طبعا ما فيش اي مشكله، ده مكانه طبيعي. لكن لما يدخل المصنع من حقه يدخل المصنع. مش محتاج، ما هنا بقى محتاج النص دخول المنشآت. زي قانون العمل اللي بيسمح بمفتش العمل بدخول المنشآت لرقابه العمال. رقابة البيئة الداخلية، خلي بالكم، وده اللي وقع في القانون المصري. خلط بين البيئة، قانون البيئة، والبيئة الداخلية للعمل. البيئة الداخلية للعمل بيهتم بيها مين؟ قانون العمل. يعني لما مصنع بينتج مثلا أو بيستخدم غازات أو مفسدات معينة ممكن تؤثر على صحة العمال. دي بيئة داخلية، ما يهتمش بيها قانون البيئة. يدخل مفتش العمل ياخد عينات من العمال من الاظافر من الشعر من الدم عشان يثبت كيف تاثرت البيئه لبيئه العمل الداخليه. عشان كده احنا كنا محتاجين قانون بيئه موحد، وده اللي عملناه في الكويت. قانون بيئه موحد يشمل البيئه الخارجيه وبيئه العمل الداخليه، ملوش علاقه بالعمل. واضح؟ بعد كده الباحث هو لاحظ دايما ان البحث اللي قدامك ما فيهوش مراجع، يعني هو بيقعد يدور على مراجع. مكان عام، جودة الهواء الخارجي لمنطقة صناعية أو حيز، كما يجب أن يكون من عدم وجود تلوث بجودة الهواء الخارجي، يعني حتى لو ما لقيتش تلوث بس ممكن يكون بعض المصانع بيكون فيها زيادة في نسب التلوث على أكثر مصانع أخرى.
يتعلق بالماده 115 ماشي، اللي هي فيما يتعلق ب رقابه المنشآت القادره على احكام هذا القانون. عشان كده مش هنتكلم في الماده دي وما يتعلق بالعمل او البيئه الداخليه الا لما نجيب لان فيها تعديل. ممكن ناخد حاجات من الاجزاء اللي بتفيدنا، الاجزاء القانونيه اللي معانا في الصوره الطبيعيه الطبيعيه.